واحد من الحاجات اللي مخلياكي اكتر ارتياح انك رجعتي تغني؟ يعني كان في وقت كده انا كنت زعلانه جدا جدا. في يوم هي لما كنت غنيت الاغنيه بتاعت انا بدي تطير دي بقى كنت مكتئبه جدا ومتضايقه، وكنت رايحه المكتبي حاسه ان انا هطلع هقعد ازعق في المكتب على الفاضي، مش هشتغل، الناس كلها بامودها هيبوظ، مش عايزه. فقعدت افكر قلت اعمل ايه اعمل ايه، قلت انا هروح استوديو. ورحت بقى وغنيت وقعدت بقى اعيط كتير جدا في الاستوديو جوه. قلت ازاي انا ربنا مديني صوت ده، او حتى لو مش صوتي واو الناس كلها بتحبه، ازاي ربنا مديني يعني موهبه وانا مش بستخدمها اصلا، يعني نسيتها. فقررت بقى من ساعتها ان انا كل ما هتضايق هروح اغني. كان الزعل والاكتئاب وقتها والمود الوحش ليه علاقه بحدث الانفصال؟ لا طبعا الانفصال بالنسبه لي كان صعب علشان خاطر خلي بالك انا وتامر بنحب بعض قوي عامه كاشخاص، فاهمه؟ غير كزوجين. ايوه يعني انا فعلا الشخص ده غالي قوي عليا. عشره طويله قوي كان فيها ابوه شويه اكتر لغاية من راجل دلوقتي وست. انت عارفه دلوقتي لغايه دلوقتي عملت ايه طمنيني عليك، هو بيعرف كل حاجه انا بعملها، بطمن عليه في كل حاجه. ف يعني برضو انا بالنسبه لي كانت عارفه كانها تروما كده، احنا معلمينا كده في المغرب للاسف، يعني دي كلتشر موجوده في كذا بلد عربي، حتى في مصر بحس انه المصريات كمان بالنسبه لهم الطلاق ده مصيبه. فاحنا عندنا اللي هو انت تتطلقي ازاي، اللي هو عارفه بيكبروا الموضوع، مع انه ساعات ممكن انت تتطلقي وكل واحد يرجع يبقى يفكر في حاجات كتير قوي ويظبط نفسه في حاجات، يعني ممكن صحيح. الطلاق يبقى ريستارت. يعني احنا وصلنا فعلا لمرحله كانت عندنا مشاكل ما كناش بنعرف نتكلم، فده كان مؤثر علينا جدا طبعا. وبعدها بقى على طول الطلاق، فبالنسبه لي كانت خضه اصلا. لما بقعد كده عارفه اتفرج على شريط كده حياتي السنين اللي فاتوا دول، في الاول كنت بقعد عارفه اللي هو اشتكي ازاي يحصل فيا كده وليه وما اعرفش ايه، عارفه، وببقى متضايقه جدا اللي هو انا عملت ايه يا رب عشان يحصل فيا كل ده. اللي هو انا ايه بقى، ابويا توفى بعدها على طول، دب اتطلقت وانا ما كنتش خالص متوقعه ان انا ممكن اتطلق، تلات عيال، ماما ديبرشن رهيب، عملت عمليه كبيره، يعني حصل لي حاجات ورا بعض. بعدها بشويه كده ابتديت احس ان انا عايزه عارفه اللي هو ابقى اقرب قوي من ربنا، كل شويه رايحة عمره، رحت تلات مرات في سنه بجري كل شويه على الكعبه كل شويه. بعدها ابتديت يعني لما جمعت كده كل عارفه كل بازل وجمعت الصوره، حسيت ان المشكله فيا انا، انا اللي بتعلق قوي بالناس، والتعلق لا يجوز الا برب العالمين. انا ابويا كانت روحي فيه، مع ان انا المفروض ابقى مطمنه انه ابويا هيروح لربنا وهو عيان مش عايزه اشوفه بيتبهدل، انا كنت شايفه انه ربنا بياخد ساعتها من ابويا، فكنت زعلانه. فبعد كده عارفه لما هديت وبقيت ببص لكل حاجه، بصيت للموت بشكل تاني تماما، وبصيت للطلاق بشكل تاني تماما، خلاني متصالحة أكتر مع نفسي، مسامحة كل الناس، ما عنديش مشكلة مع حد، مبسوطة قوي في حياتي. وفعلا أنت عارفة لما عملت كده، لما وصلت للنقطة دي من التصالح مع نفسي، حاجات غريبة ابتدت تحصل معايا، عارفة، حاجات بتجيلي، حاجات كويسة جدا في شغلي، حاجات ابتدى ربنا كأنه بيكرمني عشان أنا رضيت، عارفة، حس بالرضا.